السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العذراء حبيب قلبي، صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. باذن الله هيكون في اخبار حلوه، في تفاؤل، في فرحه جميله لحياتك بفضل ربنا. حط النيه في بالك ونشوف ضربه الوضع بالرمل بتاعتك هتقول لك ايه مع الاخبار الساره باذن الله اللي هتحصدها في تقدم وفي خير. ولو عجبتك القراءه ما تنساش طبعا تقول لي إيه، وان شاء الله باذن الله يكون اخبار ساره ونشوف مع بعض ايه التبشرات اللي عندك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. خروج من هم بعد 3 خطوات او بعد 3 ايام، بعد 3 ساعات، الله اعلم. في هم من عندكم هينزاح، او في طريق خير انت ماشي فيه حاليا. انت في طريق خير ماشي فيه، بس في طاقات تفكير او طاقات كلام عندك، في طاقة كركبة في حياتك. انت مكركب شوية، مش فاهم الشريك ولا فاهم العيلة، بس حاسس ان انت عايز تاخد راحة، عايز تاخد فترة تكون مليئة بالراحة شوية، محتاج تاخد ريست شوية علشان تعبت شغل شغل شغل، تفكير تفكير تفكير، ده كله جاي فوق دماغك. انت عايز نفسك او بأمونة عينك بالك يرتاح، او بتدور على السعادة في كل مكان، حتى بتدور على السعادة جوه نفسك. في كمان شخص غامض شوية، شخص ملامحه مزعجة، الشخص ده واقف معاك انت قلقان منه جدا، وعشان كده ممكن تفك العقد اللي بينكم او ترجع اللي بينكم، عشان انت مخنوق منه ومش عارف او مش فاهمه بينه عايز منك ايه، او في ايه اللي بينكم. ناوي كمان تروح مكان جديد، ناوي تطلع من المكان اللي انت فيه، او ناوي تفك الخلاف اللي بينك وما بين حد، الله اعلم. بس عندك بدايات كتيرة جدا جديدة الفترة اللي جاية، او من اكتر الفترات اللي هيكون عندك فيها اكتر من بداية واكتر من تغيير، اكتر من موضوع، الله اعلم، اكتر من حاجات كتيرة في حياتك. شايفه لك كمان فرحة من بعد التعب اللي انت عمال تعاني بيه، فرحة من بعد الهموم اللي انت شايلها لوحدك. في علاقة انت فيها، او في موضوع انت فيه، او في حاجة عاملة لك قلق، عاملة لك توتر، عاملة لك حيرة، مخليك مخنوق وساكت ساكت وساكت. ان شاء الله باذن الله هيكون في طاقات ايجابية. عندك هنا شوية ابراج، وهنا عندك شوية حروف. عندك هنا حرف السين، حرف الحاء، حرف الراء، حرف الواو، حرف الالف، حرف الميم، دول موجودين في حياتك وظاهرين لك قوي، ودول بيدلوا ان هم حبة من الاعداء بتاعتكم. عندك هنا برج القوس، عندك برج الثور، عندك برج الاسد، دول موجودين في حياتك وبيأذوك وعاملين لك تعب ومشاكل، خلي بالك منهم علشان امورك مليئه بالاخبار الحلوه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا كمان واحده ست، الواحده ست دي بيضه وتخينه وطويله، دي موجوده في حياتك وبتحاول تاذيك. وعندك بنوته، البنت دي بيضه وملامحها حلوه بس بقها كبير او مناخيرها كبيره، شعرها طويل وناعم، ودول موجودين في حياتك. ايوه موجودين في حياتك، عمالين يأذوا فيك، فخلوا بالك منهم وكون حذر علشان اللي انت فيك مكفيك، مش ناقص هم ولا ناقص حد يزود همك او يزود اللي انت فيه. انت كفايه بقى مستحمل كفايه طفح لوحدك ومش قادر تعبر عن اللي جواك. حتى الشخص اللي بعت الدنيا عشانه، او الشخص اللي سبت كل العالم علشانه، في نفور بينك وما بينه، في طرف ثالث بيتدخل مع شريك حياتك وهو بيحاول يسمع كلامه. فانتوا لازم اعصابكم تكون هاديه، ولازم تحصدوا على اللي انتوا عايزينه، علشان انتوا لازم بالكم يرتاح، او لازم تبصوا لحياتكم بشكل مختلف. يعني لو بصين لحياتكم بشكل معين، لا بصوا لها بشكل مختلف علشان الازدهار والنجاح اللي في حياتك انت تكون قادر تحصد عليه ويكون في خير باذن الله. شايفه لك ان انت بالك مشغول، او انت بتفكر كتير، او انت في حيره وتردد عندك، في مواضيع بتتفتح قدامك، في كلام عندك ظاهر،
الله اعلم. بس لو بالك مشغول فانت بالك مشغول بشوية امور مضايقاك، بشوية امور انت مش فاهمها ولا عارف توصل لها، بس عمال تسعى. ومشكلتك انك روحانيتك عالية جدا، مشكلتك ان انت اللي بتحس بيه بيحصل على طول، دايما شايف نفسك ان انت في قمة العليا، وعشان كده دايما بيكون في نجاح في حياتك وازدهار بنفسك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تغيير شفاء في صحتك، او عندك حد مريض، الحد المريض ده مخنوق في خنقه في ضيقه مسجون الله اعلم، بس في حد مريض، الحد المريض ده ربنا هيفك كربه ان شاء الله باذن الله، او هيشفيه، او انت ربنا هيشفيك وهيطلعك من اللي انت فيه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ظهر لك هنا شوية تعب، ألم في أسفل الظهر، طاقة تفكير رهيبة، لسه متعور في إيدك، لسه متعور في رجلك، في تعويرة عندك، أو كنت لسه شايف دم، ممكن يكون تعويرة في جسمك أو تعويرة حد عندك الله أعلم، بس في دم عندك، الدم ده أنت لسه شايفه، وده مخليك مخنوق ومتضايق. عندك كمان علاقة جديدة أو حب جديد أو طريق خير أو طريق مفتوح قدامك، خلي بالك، خلي لي بالك من نظام غذائك كويس جدا، خلي لي بالك من صحتك، خلي لي بالك من نفسك، ابدأ عافر جاهد، أوصل للحلم، أوصل للهدف، عشان عندك نجاح وازدهار بفضل ربنا. في حبة ورق، حبة أمور عاطلة، حبة مواضيع بتتفتح قدامك الله أعلم، في كلام، في حيرة، في ورق هيتكشف قدامك، او في سر خطير ممكن يتكشف قدامك الفترة اللي جاية بإذن الله. حصل عندكم ارتباط اكتر من مرة، حصل عندكم خطوبة اكتر من مرة، ومفيش حاجة كملت بسبب العيون، او بسبب ان انت شايف حاجة غير اللي هم شايفينها الله اعلم، بس قلبك بيدق. يا هل ترى قلبك فيه حد بتحب حد؟ قلبك بيدق في كلام، خلي بالك انت في حد عامل لك بلوك، في حد عامل لك بلوك، والحد اللي عامل لك بلوك ده انت زعلان منه قوي، عشان ما كنتش تتوقع انه من بعد اللي انت ان انت وقفت معاه وعافرت وجاهدت وكنت دايما في صفه وكنت دايما بتحبه، هو اللي ممكن يعمل لك بلوك، او هو اللي ممكن يقف يعمل معاك كده. ودي طبعا حاجة تعباك وخانقاك جدا، مخلياك مخنوق ومتضايق، او مخلياك بتعاني من بعض المشاكل اللي موجودة في حياتك. ابشرك ان البلوك هيتفك في اقرب وقت، وهيكون في قصص جديده او في امور جديده باذن الله هتتفتح قدامك مع اخبار طال انتظارها، ما تقلقش خالص وكون حريص. عندك حد زي التعبان، والحد اللي عامل زي التعبان ده عمال يلف عليك، خانقك، تعبك، مضايقك، عامل لك مشاكل، عامل لك مشكله في حياتك. فالفتره اللي جايه هيكون فتره امور هتتظبط، فتره كلام باذن الله هترتاح منه، او هم هتتخلص منه باذن الله الفتره اللي جايه. وجع اسفل الظهر، وجع في المفاصل، تكتيفه من غير اي سبب، وتميله، اعراض كتيره ظاهره لك، خلي بالك. قريب جدا هيبقى في نجاح في ورق في حكومه، هيبقى في نجاح لصالحك. شايفه ان انت الايام دي حريص على نفسك جدا، حريص على نفسك، انه في اذى وقع عليك من اشخاص حواليك، وظلم وقع عليك من ناس مقربه او من ناس من دمك ولحمك، ورغم كل اللي انت فيه ده هيكون في امور هتظبطها بنفسك وهتحصل عليها خير. اجمل يعني الحاجة اللي مزعلاك انه في ناس كتيرة جدا اعداء حواليك، في ناس كتيرة جدا خانقاك، في ناس كتيرة جدا مسببة لك كلام ومسببة لك ضغط، وبرضو دي حاجة محيراك انت، ان انت دايما ما بتفعلش غير الخير، دايما ناوي على الفرح، بس هم لابسين اقنعة مش تبعهم، وعشان هم لابسين اقنعة مش تبعهم انت دايما بتكتشفهم على حقيقتهم وبرضو بتطلعهم من حياتك. خطوات بسيطة وهيبقى في انتصار عظيم على حياتك، هيبقى في انتصار عظيم جدا ان انت توصل للهدف وتوصل للحلم وتشوف اخبارك. انت مضغوط ومحتار وحيران، وفي كلام كتير جدا مضايقك، قلة نوم، ارهاق، طاقة سلبية، في حد بيوزعها عليك. خلي بالك المواصفات اللي انا وصفتها لك دول موجودين في حياتك، مهما تروح وتيجي موجودين برضو، وبيحاولوا يأذوا فيك او بيحاولوا يتكلموا عليك، بس على مين انت عارفهم وعارفهم كويس جدا.
خلي بالك اللي ربنا كاتبه لك انت هتشوفه، بس ابشرك ان في سعادة لقلبك، عشان قلبك هيكون مبسوط وهتدمع دموع فرحة، او هتفرح فرحة تدمع ليها العين بإذن الله الفترة اللي جاية. انت بالك مشغول بسبب الكلام اللي مضايقك او بسبب الاشخاص اللي حواليك، بس انت ما تعرفش ربنا مخبي لك ايه. من بعد الضيق والخنقة اللي انت بتمر بيها ان شاء الله بإذن الله في اقرب وقت هيبقى فيه لقاءات حلوة، تبادل حلو، اشتياق لحياتك الفترة اللي جاية الله أعلم، بس هيكون في أمور هتظبطها بنفسك وهتمسك على إيدك شوية، علشان مصاريفك زايدة، مصاريفك اليومين دول زايدة جدا، وبقيت مصرف أو بقيت عمال تصرف على الفاضي وعلى المليان، لأ امسك على إيدك شوية علشان أنت لسه داخل على مراحل مهمة في حياتك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا طاقة مراقبة من حد من الماضي، في حد بيراقبك وموجود ومازال موجود عمال يراقب فيك، عمال يتكلم عليك، جاي في سيرتك، بيقول عليك كلام ما هو مش فيك، يعني هو عمال جاي في سيرتك عمال يتكلم عليك، فخلي بالك من نفسه عشان الشخص ده مش كويس، وخلي بالك منه عشان هو عمال يخدع فيك، عمال يظلم فيك، جاي في سيرتك في حاجات مش تبعك، ودي طبعا حاجة مضايقاك وعاملة لك انت خنقة وضيقة من غير اي سبب. في كمان هنا حبة طاقات او حبة قرارات هتاخدها هتخلصك من طاقات كتيرة جدا سلبية. انت الايام دي بتحلم بكوابيس، خلي بالك بتحلم بكوابيس في حياتك، بتحلم بعراقيل، بتحلم ان انت لوحدك في حيرة، بتحلم ان انت مخنوق، وبتحلم ان انت في امور عندك بتتراجع فيها. في الطرف الثالث ده انت طبعا عارفه وعارف ان هو بيتدخل في حياتك وعارف ان هو ملهوش اي لازمة، بس بيحاول يوشوش الشريك عليه. في تعابين حواليك او في شخص عامل زي التعبان، الشخص ده جاي في سيرتك، الشخص ده بيعمل لك مشاكل. انت بس السحر اللي معمول لك هو اللي عامل لك العراقيل اللي انت فيها او مخليك بتمر بطاقات سلبية. كون حريص على نفسك، دخلت في مشروع قبل كده مع حد والموضوع ده ما كملش او فشل او يعني ما حصلش نصيب، فالفترة اللي جاية هيكون عندك نقلة جديدة. ايوة هيكون عندك نقلة جديدة او عندك امور انت هتجدد منها باذن الله، علشان انا شايفة لك ان انت هتوصل لحياة جديدة او هتوصل لمواضيع جديدة هتكون حلوة جدا لحياتك، واقدر ابشرك بخير طال انتظاره. بس انا شايفة لك ان انت متهور او عصبي زيادة عن اللزوم. ليه العصبية دي؟ العصبية دي اقول لك انا ليه العصبية دي، بسبب ان انت قدمت الخير كتير وما لقيتش غير الشر. حتى الشريك اللي قلت عليه حبيب ما لقيتش منه غير ان هو سابك، خانك، غدر بيك الله اعلم. ممكن الشريك يكون من الابراج النارية، ممكن يكون الشريك في اسمه حرف الالف او حرف الميم، فخلي لي بالك منه، خلي لي بالك منه علشان خاطر الشريك. الطرف الثالث اللي بيتدخل بينك وما بينه هو اللي مخنقك ومخليك مخنوق. انت ناوي ترجع ايامك الحلوة، ناوي ترجع كل حاجة حلوة في حياتك من جديد، علشان انت تعبت والتعب ده ظاهر لك قوي، ظاهر على جسمك وكاتم في قلبك وساكت بركان، يعني جوه قلبك بركان، لو انفجرت ما عدتش هترحم حد زي الاول، بالعكس هتنفجر، وما بقاش بقى عندك ان انت هتميز مين واقف معاك وما بقاش واقف معاك، انت اصلا كل اصدقائك غلط في غلط. واحدة ست دخلت بيتك خربته، واحدة ست دخلت بيتك خدت منك اشياء كتيرة جدا، وخلي بالك انت حصل عندك سرقة واتسرق منك حاجات غالية التمن. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. رجوع حق او عتاب مع الشريك، في مكالمة هتخص الشريك، هتخص الحبيب قريب جدا، المكالمة دي هيبقى فيها عتاب.
يعني انصحك ان انت طول ما انت عارف ان الشريك دخل في حياته طرف ثالث، انصحك ان انت ما ترجعش، انصحك ان انت توازن شوية العلاقات، ولو حبيت ترجع لازم من البداية تحط نقط على الحروف، ما تبقاش زي ما كنت وتقدم. مازال بتضحي، خلي بالك، مازال بتدي ناس ما تستاهلش، مازال واقف جنب ناس ما ينفعش ان انت تكون واقف جنبها، وفي حد عامل صديق ليك، عامل حبيب، وهو بيستغلك، يستغلك في شغل، بيستغلك في فلوس. مشكلتك ان انت في حد كسر ظهره، ومن بعد الحد ده ما كسر ظهرك انت ما بقاش ليك نفس لاي حاجه. بس برضو بتدعي ربنا وبتقول يا رب انا متأكد ان انت مستحيل تخيب ظني، انا دعيتك فانت اكيد هتستجيب لي في يوم من الايام، وعشان كده بالفعل هيكون في استجابة حلوة جدا الفترة اللي جاية باذن الله. واقدر ابشرك ان انت هترجع بعض مستحقاتك، هترجع بعض الامور اللي عندك او من المواضيع اللي خاب ظنك فيها اكتر من مرة. بسم الله ما شاء الله، انت هنا زعلان حزين بسبب اختيارك، او بسبب ان انت اخترت اختيار سيء في حياتك، والاختيار ده من بعد ما خدته انت تخليت عن كل حاجة من اجل الاختيار ده، وده كان اختيار غلط، شايفة لك ندم، والاختيار ده انت ندمان عليه جدا عشان خدته في وقت عصبية، او خدته في وقت حد كان فرش لك الارض ورد وانت وقعت في الفخ. بس ان شاء الله باذن الله هيكون عندك تنجية، علشان شايفة لك نجاح او ازدهار من بعد اللي انت عشته، او من بعد الطاقات اللي اتوزعت عليك اكتر من مرة. ناس بتقولك احنا بنحبوك، بس هم بيحبوا مصلحتك اكتر، او بيحبوا يعني مصلحتهم عليك اكتر، بس انت علشان طيب زيادة عن اللزوم، يعني انت بتحب تقدم الخير كتير جدا، وهو ده اللي خانقك ومخليك داخل في طاقات مش تبعك خالص. وانا زي ما قلت لك انت من فتره للتانيه بتحس بالضيق، اول ما تحس بالضيق وتحس بالصداع وتحس بالحيره وان انت مش عايز او حابب العزله قوي، اتاكد ان السحر بيتجدد لك، والسحر بيتجدد لك. انا قلت لك مواصفات ناس وقلت لك حروف، وخلي بالك وكل مره بيظهروا لك الحروف دول بيدل ان الحروف دول مازال موجودين في حياتك. لما اجي في مره اقول لك قراءه والقراءه ما يكونش فيها الحروف دول، اتاكد ان انت عرفتهم وخرجتهم بره حياتك، بس انت ما عرفتهمش لحد الان، علشان كان في لسه مكالمات بينكم وانت لسه مش عارفهم خالص. بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب عندك خطوبة، لإما خطوبتك أو لإما خطوبة حد عندك، حد هيعزمك الله أعلم، بس في خطوبة عندك أو في فرحة أنت منتظرها، والفرحة دي طبعا هتكون من بعد الضيق، من بعد الخنقة، من بعد المشاكل اللي أنت مريت بيها، أو من بعد الكلام الكتير اللي أنت شفته في حياتك. ان شاء الله باذن الله امورك هترجع تتظبط، بس عايزاك هنا تاخد بالك من نفسك، تاخد بالك من شغلك، وما تدخلش في اي حاجه مش ليك، او تخلي بالك من المؤامرات اللي عليك، او من الكلام الكتير اللي بيحصل في مجال شغلك. بص، المؤامره اللي اتنين ستات بيحاولوا يدبرها لك، خلي بالك في حد مش حابب لك الراحه، وهو بيرسم لك وش الملاك. عندك بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون حلوة قوي قوي، علشان الشمس هترجع تشرق في حياتك تاني، علشان انت مازال مخنوق، مازال حاسس بطاقة الكسل والخمول، وطبعا انت في حيرة من امرك، في حيرة من المواضيع اللي عمالة تتفتح قدامك، وانت رامي همومك على ربنا. ابشرك بشرة حلوة جدا جدا، وهتيجي تبشرني قريب جدا، الحب هيدخل لحياتك الايام اللي جاية، وهتبدأ تعبر عن مشاعرك. انت دايما بتدور على الاحتواء، دايما بتدور ان حد يحتويك صح،
وطبعا ده طبعا انت مش لاقيه بسبب ان انت اختياراتك غلط في شريك حياتك. عايزاك تبعد لي عن الابراج النارية، علشان الابراج النارية انت لو في علاقة بينهم مش هتكون مرتاح. هم عايزين حاجة وانت عايز حاجة، وهم ممكن يكونوا طماعين فيك او عايزين ياخدوا منك حاجات، فانت خلي بالك من نفسك وبلاش تدي كتير مع الابراج الترابية الابراج النارية، علشان خاطر انت حاسس بطاقات الخمول. في باب انت دقيت عليه، والباب ده اكتر من مرة عمال تدق عليه ومازال مقفول في وشك، مازال مقفول في وشك. الباب ده هيتفتح بسبب الدعوات الست الكبيرة اللي موجودة في حياتك، ممكن تكون ست انت بتحبها. الست دي انت دايما بتبعت لها فلوس، او دايما بتطبطبوا عليها، دايما بتدعي لكم. الست دي بتحبكم جدا، وان شاء الله باذن الله هيكون في امور هترجع تظبطها الفتره اللي جايه، علشان انت مازال عليك ضغط، مازال عليك امور مضايقاك، شايل حمل، شايل مسؤوليه لوحدك. حاول ان انت تهدي الاعصاب شويه. انت دي من اكتر الفترات اللي انت بتمر بيها بضيق وبخنقه بسبب الماديات، رغم ان انت شغال ومعاك فلوس، بس اللي جاي على قد اللي رايح. الفلوس معاك متبخره، متبخره جدا، وبتسال نفسك الفلوس متبخره ليه، رغم ان انا بشتغل، رغم ان انا بوفر. بعض منكم مستني مكالمه شغل، البعض منكم كل ما يقدم على شغل حاسس انه في حاجه عنده موقفه حاله. بالفعل انتوا عندكم كذا حاجه موقفه حالكم. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. عندكم راجل، الراجل ده طويل ورفيع، معدي 50 سنة. الراجل ده حسيتكم، الراجل ده حقود، خلوا بالكم منه، علشان الراجل ده ظهر لكم. الراجل ده من عيلة الأب مش من عيلة الأم خالص. الراجل ده عينه سم، رغم ان هو بيشتغل وبيدخل فلوس كتير، بس عينه على الدخل بتاعكم، عينه على رزقكم. وعلشان كده انت بتحاول ان انت تتجنب ناس كتيرة جدا. انت مريت بمراحل كتير، يعني انت ما وصلتش للي انت فيه ده بسهولة، انت تعبت ودفعت الثمن غالي قوي، بس محدش مقدر اللي انت فيه. خد بالك من شخص جايب في سيرتك وانت مش راضي تعاتبه، مستني له غلطة. طب انت مستني له غلطة اكتر من ان هو جايب في سيرتك؟ لأ، اهدى كده وهدي اعصابك، علشان هانت، هانت ان انت هتعبر عن كل اللي جواك، هانت ان انت ازاي تحط النقط على الحروف وتحاول تخرج نفسك من كل صدمة وكل ضربة. وخلي بالك الفترة اللي جاية هيكون عندك اشارة، ومن بعد الاشارة دي انت هتتغير 180 درجة. مش هترحم حد زي الاول، ما هيبقاش عندك يعني هتبقى هادي شوية في تصرفاتك، ومش هتدي كتير، هتوازن الامور اللي انت فيها، وهيبقى عندك صلح مع نفسك. بس نصيحة مني، انت لازم تعتذر لنفسك علشان نفسيتك تعبانة. اعتذر لنفسك وطبطب على نفسك، وياريت ما تفضلش حد على حساب نفسك. ما تفضلش تضحي، ما تفضلش تيجي على نفسك علشان خاطر ترضي اطراف اخرى موجودة في حياتك، وهم اصلا مش شايفين اللي انت بتعمله. طب انت عملت كتير، مين افتكر لك حاجة من اللي انت عملته؟ بالعكس، هم بيأذوك من ورا ظهرك وبيحاولوا يغفلوك في حاجات كتير. عندك طاقات انتظار، طاقات مستني، طاقة فرحة، مستني ربنا يرزقك بالخير. لو انت مستني حمل، فانت عندكم حمل وعندكم بشرة سارة بإذن الله في أقرب وقت. فانتوا بس اهدوا كده وهدوا الأعصاب اللي عندكم. والشخص اللي انت قلقان عليه ده، الشخص المريض أو اللي قلقان عليه أو حيران على زعله، ان شاء الله باذن الله الامور هتتبدل. بس انا شايفه لكم شخص او بنوته او حد، والحد ده موجود عندكم في حياتكم. انتوا زعلانين على زعله، زعلانين على الصدمه اللي هو مصدومها، او زعلانين ان هو مخنوق ومتضايق.
الفترة اللي جاية هيكون فترة مليئة بالراحة، مليئة بالتغيرات بإذن الله، وهتحصد أمور حلوة. بس لو عندك وسواس أو عندك زعل بينك وما بين نفسك، هدي أعصابك علشان تعرف طريق الأمان. تحياتي ليك، وأتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، أتمنى لك الخير والهنا اللي هيدوم على حياتك بإذن الله.